فيديو يعني يبين البلاي تايم فريم ويبين النقاط اللي تطرقنا لها بالمحاضرة السابقة. نخلص الفيديو نستعرض مثال تفصيلي والخطوات التفصيلية للحل والعقد بالنسبة للحل وين راح تكون. نبدأ على بركة الله. هذا الثاني اللي عندي فيديو تفصيلي. هذا الشكل الأول اللي إذا تشوفوه هو شكل البليتة، تذكرون هي عبارة عن معدن، المعدن الثكنس مالته قليل يكاد يكون 1 مليم أو في بعض الأحيان أكثر أو أقل بقليل. نسوي عليه برنت أوت، هذا البرنت أوت اللي إذا أتكلم عليه اللي بشكل البليتة. البرنت أوت الهدف من عنده توجيه الفلو، نقطة رقم واحد. طبعا ايش قد ما تكون الزقزاق اكبر معناته الباثر راح يصير اطول، ريزيدنس تايم على البليتا راح يكون اعلى معناته هي ترانسفير افضل. هذا واحد. اثنين اللي عندي البرنت اوت ينطي ريجيديتي للبليتا، يعني ما معناته يزيد من قوتها تحملها انه ما يصير بيها ديفورميشن. هاي الاربع فتحات اللي دا تشوفها انت على البليتا هي عندك اثنين لدخول، واحد لدخول السائل الحار، الثاني بالاسفل لدخول لخروج السائل الحار. البارد اذا اردنا كاونتر كارنت فلو فراح يدخل من منطقة القريبة من الخروج بالنسبة للسائل الحار ويطلع البارد من الاعلى. ومثل ما قلنا البليتة وجه البليتة وضار البليتة هو راح يشتغل بالانتقال الحراري، لان واحد يكون معرض للسائل الحار وواحد يكون معرض للسائل البارد. هذا هسه البليت انت اللي عندك دايرها بهذا الشكل، راح نجي نقعد عليها الجاز جيت واللي انطينا المواصفات مالته. وشوف انت الجاز جيت من الشكل العام مالته انت اللي عندك، شوف هو شلون يوجه الفلو. هنا اذا جاء الفلو هذه المنطقه شو تكون؟ معزوله، فما تسمح انه الفلو يصير على هذا الوجه من الصينيه. في حين انت اللي عندك الجزء الثاني انت اللي عندك يكون مفتوح فيسمح للفلو انه يصير على الصينيه، معناته الصينيه راح يصير الوجه فلو معين حار او بارد والظهر فلو معين حار او بارد، وهذا منو اللي يوجهها؟ يوجهها الجاز جيت، فضلا عن انه الجاب بين التو بليت اللي يحدد الثكنس مالت الجاز جيت. هذه هسه عندي الفريم الاساسي، والفريم الاساسي هسه انت مثل ما تشوف به، شوف هاي الفتحات اللي قلنا عليها بالفريم الاساسي راح تقعد عليها الفلانجز اللي خاصه بالانابيب دخول والخروج بالنسبه للبليت هيت اكسشنجر. هنا شوف قعد الجايد بار وقعد الجزء الثاني من الفريم وراح يبدا يقعد البليتات. شوف هسه هاي البليت الاولى شلون قعدت، الثانيه راح يجيب هاي فرها انت اللي عندك على مود شو تكون؟ تكون التوجه مالت الفلو واحد عكس الثاني. لان البرنت اللي عليها وفضلا عن الجاز جيت هو اللي يتحكم بتوجيه الفلود. راح يبدي يقعد البليتات كلهن انت اللي عندك ويبدي يكمل تنصيب الهيت اكسشنجر. طبعا اقدر اسوي اكستنشن بنمبر اوف بليتس اكثر من هذا العدد، واقدر اكتفي من راح يحدد لي، راح تحدد لي مساحه الانتقال الحراري. هنا تخيلك انه فتحها بس على مود يراويك الفلو انت اللي عندك. فهسه شوف السائل من الاصفر الازرق يشير لك الى البارد، شوف هسه وين يسري؟ يسري على وجه هاي البليته وظهر هاي البليته، ونفس الشيء وجه هاي البليته وظهر هاي البليته. ونفس الشيء هنا سبقت هذا الوجه اللي وظهر البليته اللي يجري عليها السائل البارد، وهذا الوجه وظهر هاي البليته، وهذا الوجه راح شو يكون؟ يكون راسا هو وين؟ على الفريم، فما راح يصير بي فلو. فشوف هسه السائل الحار من ديسري انت اللي عندك عكس السائل البارد. هسه راح يكمل لك السائل البارد على مود انت تشوف التو فلويدز والفلو مالتهن، وهذا الفلو اللي قلنا عليه هذا هسه كاونتر كرنت راح يحكمه، نقدر شو نسوي؟ كو كرنت. شوف هسه هذا الحار دخول خروج،
والبارد دخول وخروج. اللي عندك هذه هسه اللي عندي هذه اللي نحشي عليها الباث اللي يصير بيده يراويك اياه كبره. الاحمر خاص بالحار والازرق خاص بالبارد، هذا وجه وظهر البليت اللي نحشي عليها. هذا طبعا وان باس هيت اكسشينجر اللي انت تشوف الحار وين دي يتوزع على البليتات، والازرق ايضا دي يتوزع على البليتات، معناته الجابس راح تكون نصف عدد البليتات. بعد ان وضحنا هذا الجزء اللي عندي نبدي على بركه الله بالمحاضره مالتنا. المحاضره مالتنا ارجع وياك شويه، احنا بعد ما حسبنا وقلنا الاوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت نحسبه 1 على يو، 1 على اتش بليت كولد، 1 على اتش بليت كولد هوت، العفو بليت هوت، دلتا اكس، والدلتا اكس هنا تشمل لي الثيكنس مال البليته، لانه راح يصير الانتقال وين؟ عبر البليته بالتوصيل. هنا اذن خاصه بالكونفكشن خاصه بالتوصيل. 1 على اتش ديرتي للكولد، يعني 1 على هيت الفاولينج كوفيشنت بالنسبة للبارد، وواحد على الفاولينج كوفيشنت بالنسبة للحار. بعد تتذكرون انتقلنا للدلتا بي وحساب الدلتا بي، وتكلمنا ايضا عن السعر التخميني بالنسبة للمبادل، وقلنا مرتبط وين؟ بالمساحة السطحية، والمساحة السطحية وين انا اجي احسبها؟ مبنية على اساس الاريا اذا اقل من 200 فيت واذا اكبر من 200 فيه. طبعا هذا الحساب بالنسبه للكور محسوب بالنسبه بالباوند الاسترليني على شرط انه تكون الاريا بالفيت. هاي المعادله خاصه بالحساب تنحسب على اساس الجنيه او الباوند الاسترليني، يعني محسوبه على اساس البريتش ستاندرد. اجي هسه الان الى المثال اللي عندي، وعندي بالمثال design and heat exchanger to subcool condensate from methanol condenser. ميثانول اللي عندي بيتكثف، يعني يغلي بدرجة 95، بعد ما يتكثف رأسا يصبح عندي subcool بالدرجة 95، محتاج أنزل إلى 40 درجة أبرده. وين راح أبرده؟ أبرده بplate heat exchanger. فالحار بيمر ينزل من 95 الى 40. الفلوريت مال ميثانول هو 100,000، دا استخدم بالتبريد سي ووتر، مي اللي عندي خاص بالكولينج، من الممكن يكون تاب ووتر، بروسيس ووتر، سي ووتر، بوتابل ووتر، وات ايفر انت اللي عندك. فالسي ووتر ويل بي يوزد از كولنت وذ تمبرتشر رايز من 25 الى 40، واحنا قلنا الحاله مثاليه لانه اقل درجه ممكن توصل الدفرنس هي 1، يعني من 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 5 نزولا الى 1، مستحيل تكون عندك داخل والخارج بنفس الدرجه، بس كونه مثال تقريبي اللي عندي بسهوله الحل وما تحصل عندي كسور خلينا 40، فمن الممكن يكون 35 37 38. استخدم التيتانيوم بليت are to be specified to resist corrosion by saline water، اللي هو saline water sea water اللي في درجه من الملوحه. عندي الفلويد physical properties، الووتر بدي استخدم الدنسيتي مالته 995، الهيت كاباسيتي 4.2 كيلو جول كيلوغرام سنتيغريد، الفيسكوستي مالت الووتر 0.8 ملي باسكال سكند، وهذا معناته هو سنتيبويز. الثيرمال كوندكتيفيتي 0.58 واط بمتر سنتيغريد، وكذلك بالنسبه للميثانول 750 الكثافه، فيسكوستي 0.34، الهيت كاباسيتي 2.84، والثيرمال كوندكتيفيتي 0.18. بالسوليوشن اللي عندي لازم انا اللي عندي احسب الخواص الفيزياويه على اساس البلك تمبرتشر، وهي الخواص الفيزياويه طلعناها من الجداول على اساس البلك تمبرتشر، قول تمبرتشر از زائد ان اوت على 2 فتطلع البلك تمبرتشر، واروح وين؟ للجداول الخاصه
بدرجات بالخواص الفيزيائية. نفس الشيء بالنسبة للسي ووتر. إذا نقول هنا الفيزيكال بروبرتيز فور تو فلويدز ات بلك تمبرتشر. هسه اجي احسب الهيت ديوتي للجزء الحار والهيت ديوتي بالجزء البارد فضلا عن اللوج مين تمبرتشر. فعندي الهيت لود 100,000 كان الفلو على 3600، هاي صارت ماس بالسي في. التمبرتشر ديفرنس طلعت 4340 كيلو واط. انت طبعا راح يطلع عندك بالجول بير سكند او بالكيلو جول بير سكند، هنا اللي عندك نحوله الى الكيلو واط. الهيت كاباسيتي مالت المي 4.2. الكولينج ووتر اريد اطلع الفلو مالته، فعندي الهيت لود وارجع اطبق ام سي بي دلتا تي. الكيو عندي، سي بي مال المي عندي، تمبرتشر ديفرنس عندي، ايش راح يبقى عندي؟ بس الماس فلوريت. ومن عندها اقدر اطلع الماس فلوريت الخاصه بالمي. طلعتها من الهيت ديوتي او الهيت لود، ارجع احسب اللوج مين تمبرتشر. اللوج مين تمبرتشر الجريان قلنا من اول ما بدينا وياكم، قلنا اذا ما حدد لك كوكرنت او كاونتر كاونت الديفولت مالتك تاخذه كاونتر كاونت. بالدبل بايب ونفس الشيء وين؟ بالبليت اند فريم هيت اكسشنجر. فهسه اللي عندي لو ترسم انت هسه المخطط امامك، فراح تشوف الحار ينزل من 90 لل 40 والبارد يصعد من 40 من 25 الى 40. فعندي الديفرنس الاول هو 95 ناقص 40، وال 40 هاي خاصه بمن؟ بالليكويد البارد. والثاني عندك 40 ناقص 25، ال 40 مال الليكويد الحار طالع ناقصا الليكويد البارد اللي طاب. نفس الشيء دلتا تي لين، هنا دلتا تي 1 على دلتا تي 2 فراح يطلع لي 31 سنتيغريد. احتاج وين اروح؟ الى الكوركشن فاكتور. الكوركشن فاكتور راح ارجع على الشكل وراح ارجعك شويه اللي عندي. ايش قلنا؟ نحسب الان تي يو. الان تي يو من الديفرنس الاكبر قلنا اجي اعتمد عليه. فعندي الديفرنس الاكبر ايش قد اللي عندي اعتمد عليه؟ طلع لي عندي 1.8. ارجعك بس للشكل، هذا هو الشكل اللي عندي. واذا تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا الان تي يو تي اوت ناقص انتين على لوج مين تمبرتشر. لوج مين تمبرتشر طلع عندي 31، تمبرتشر ديفرنس 95 ناقص ال 40 تطلع عندي ايش قد؟ 55 درجة، في حين 40 ناقص 25 تطلع 15 درجة. فاخذ مالت الحار، مالت الحار وعندي 1 باس. ايش قد عندي الان تي يو طلع؟ اسقط راح اطلع الكوركشن فاكتور. طلعت الكوركشن فاكتور اللي عندي، طلع لي الكوركشن فاكتور 0.96 وقلنا 1 باس. عدلت ب درجة الحرارة اللي موجود يعني اللوج مين تمبرشر عدلته. اجي اطبق المعادلة Q يساوي لي يو A لوج مين تمبرشر. اليو راح اختاره 2000، وهذا منين اختاريته؟ هاني ال 2000 اللي عندي. ارجع وياك للمحاضرة. هذه اللي عندي هسه اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت اللي عندي. ايش عندي اني؟ عندي لايت اورجانيك ويا من؟ ويا المي. فلايت اورجانيك ويا المي اللي عندي هذا اختاريته اني اللي من 2000 الى 4500. طبعا من الممكن انت تختار هذا، بس هذا بروسس ووتر مو كولينج ووتر، لان بالكولينج اللي عندك هذا مي معامل هذا مي غير معامل اللي عندك. فاختاريت ال 2000. ارجعك شويه بعد اللي عندي، وش عندي؟ الفاولينج فاكتور. فاولينج فاكتور عندي لايت اورجانيك ايش قد كوفيشنت مالته؟
10,000 والسي ووتر 6,000. هاي اتذكرها لانه راح ارجع اطبقها وين؟ بالمعادله النهائيه. زين اجي هسه اللي عندي كيو يو اي لوج مين تمبرشر، كوركتد لوج مين تمبرشر عندي الكيو طلعت عندي اللي هي 4340 كيلو جول او كيلو وات، يعني كيلو جول بير سكند او كيلو وات اللي عندي. اليو 2000 الكوركتد لوج مين تمبرشر اللي هو 0.96 في 31، هذا كله الكوركتد راح تطلع لي الاريا 72.92. الاريا الكليه للمبادل طلعت عندي. اجي هسه اللي عندي على السلكشن بالنسبه الي، حال من اختارينا الانابيب بالمبادلات الاخرى كان الشيلان تيوب ولا كان عندي الدبل بايب. سلكت effective بليت اريا 0.72 متر مربع، اختار البليت الاريا مال البليت الوحده 0.75، يعني لي قدام اجي اباوع وكانه البليت طولها 1.5 عرضها نص، نص في 1.5 تطلع 0.75. فالافكتيف لينث 1.5 وعرضها نص. This typical plate dimension، هذا هو الكونفنشنال الطبيعي مال بليتات. طبعا اكو اصغر بالاريا واكو اكبر. وايضا جداول خاصه بالشركات. The actual plate size will be larger to accommodate the gasket area and بورت. هاي الافكتيف اريا هي من الجاز جيت اللي داخل الصينيه، بس الصينيه بما انه راح يقول عليها جاز جيت فمساحتها الحقيقيه شويه اكبر. هذا افكتيف اريا اللي داخل حدود الجاز جيت، لانه انت تطبق الجاز جيت هو ما قاعد الجاز جيت برا البليته، قاعد على فريم بالبليته، فجزء من البليته طالع اللي ما يصير به تبادل حراري. يعني راح يكون معرض وين؟ للهواء الخارجي. النمبر اوف بليت شلون احسبه؟ اريا مال بليت عندي 0.75 واريا كليه انا حسبتها، فاجي اقسم الاريا الكليه على الاريا مال بليت وحده طلعت لي 97 بليت. طلاب هنا العدد مفرد، طلع لك اي رقم يعني فرضا هسه 79 97 طلع لي 96.3 96.4 أقرب إلى 97. من يطلع مفرد اللي عندي أطرح من عنده واحد اللي قلت لكم هسه بالفيلم البليت اللي وين تكون طابقة على الفريم، هاي ما يصير بوجهها تبادل، فأطرح طبعا نفس الشيء للحار ونفس الشيء وين للبارد، يعني الوجه اللي راح يطبق على الفريم مال الهيت اكسشينجر ما يصير بيها تبادل، فأطرح منها واحد اللي عندي وقسم على اثنين، طلع العدد زوجي تقسم على اثنين رأسا على مود الجابس للحار وللبارد تتساوى. فجيت هسه اللي عندي شوف العدد ايش قد 97، 97 انت اللي عندك ما معناته عدد مفرد من الشنلات او الجابس اللي راح تصير. فجيت كونه مفرد شو راح اسوي؟ اطرح واحد واقسم على اثنين على مود يطلع الجابس اللي عندي متساوي للحار وللبارد. لو هذا طالع 98 اقسم على اثنين راسا، 96 اقسم على اثنين راسا، 96 وكسر 98 وكسر اقرب الى اقرب مرتبه واقسم. شر فردي طلع بعد ان عدلت اطرح واحد، زوجي طلع قسم على اثنين. زين هسه وين اجي البليت؟ الو نعم الو دكتور تسمعني؟ اسمعك عيني. تقدر تعيد مال المساحه؟ تقدر تعيد مال المساحه؟ طلاب يطلبون بس تعيد مال المساحه؟ مال المساحه؟ اي نعم ايه المساحه اللي عندي راح اروح اني اسوي سلكشن اول مره اختار البليته. البليتة مثل ما قلنا الأنابيب ستاندرد، الشركات تنتج بليتات ستاندرد طول بعرض area
الانبوب كنا من نجيبه نختاره نقول باي دي 2L تطلع اريا على بايب ستاندرد من حيث الطول ومن حيث القطر الخارجي. نفس الشيء بالنسبه للبليت، البليت تجيب طول بعرض راح يحكمك ايضا الفريم مال المبادر راح تبني عليه. طول بعرض اللي عندي شوف انا شو اختاريت، اختاريت اريا 0.75 منين جايه؟ جايه من طول بليته 1.5 وعرضها 0.5، اضرب الطول بالعرض شو راح يطلع؟ 0.75 اريا مال بليته وحده. وعندي اريا كليه اقسم اريا كليه هذا 72.9 على يمن على 0.75 شو راح يطلع لي؟ 97 بليته. وقلنا ترى البليته مساحتها الحقيقيه هي شويه اكبر. ليش؟ لان اكو مساحه متروكه وين؟ للبورت دخول وخروج اللي راوت لك اياه بالفيلم، وراح ارجعك ما يخالف شويه للفيلم اتحملني. المساحة الحقيقية للانتقال اللي قلنا عليها هي هاي داخل الحدود، بداخل الحدود. لكن البليت تشبيها بها بورتس بها مكان للجايد، فما معناته ترى المساحة الحقيقية للبليت هي أكبر من المساحة المعطاة. لذلك قلنا effective surface area، ترى هاي effective surface area مو تذكرون بأي شيء يجيك بالوزن اكو نيت وجروس. نيت الصافي والجروس ويت، لانك مثلا اخذ علبه زيت موزونه هي والعلبه يقولون جروس ويت، موزون الزيت ببحثه يقولون نيت ويت. نفس الشيء بالافكتيف سيرفيس اريا، الافكتيف هاي اللي بداخل الحدود واللي عندك المساحه الحقيقيه ترى هي البورت داخله بها. لذلك احنا سوينا ثبتنا الملاحظة مالتنا. ايش قلنا بالملاحظة اللي عندي؟ بالملاحظة ايش قلنا؟ شوف select effective plate area 0.75 اللي جاية من طول عرض كذا. These are typical plate dimensions. The actual plate size will be larger to accommodate the gasket area and port. يعني المساحة الحقيقية، لأن أنا شي يهمني effective surface area. تذكرون من حكينا بالشيلان تيوب ايش قلنا؟ قلنا نختار 5 مليم من الأنبوب، جزء منها داخل بالتيوب شيت وجزء منها داخل بالتيوب شيت اللي ما راح يصير بانتقال. فقلنا هذا شو نسوي؟ نطرحه من الطول الكلي. نفس الشيء هسه اللي عندي ترى effective surface area هي هاي. فحتى لو اعطيناك أبعاد طول بعرض، هاي مبنية على أساس الإفكتيف سيرفيس اريا، فتضرب طول بعرض وتحسب. واضحه هاي؟ ست اسراء دكتور بالنسبه لي واضح، بس الطلاب خلي يجاوبوني. عبد القادر واضح؟ نعم دكتور. ماشي. ارجع اللي قلنا عليه، قلنا اذا العدد طلع بكسر قرب الى اقرب رقم، طلع بعدين بعد التقريب فردي اطرح واحد، زوجي اقسم راسا. فقلت هسه طلع لانه فردي، فقلت 97 ناقص 1 على 2 بدي اطلع النمبر اوف شانلز للحار وللبارد. طلع هنا 98 اقسم راسا، طلع 96 اقسم راسا، وهكذا. زين. تايك بليت سبيسنج 3 مليم، واللي هو شنو السبيسنج؟ راح ينبني على اساس ثيكنس مالت الجاز جيت، وكانه ثيكنس مال الجاز جيت 3 مليم. طبعا الجاز جيت لازم اروح اشوف انا شنو هو الفلويد. انا عندي سي ووتر والثاني عندي اورجانيك، فلازم اشوف الجاز جيت اللي يتحمل السي ووتر ويتحمل
يعني يتحمل المائي والعضوي. فالكولي بوليمر معين اللي يتحمل لي الاثنين لازم. زين الشانل كروس سكشنال اريا هسه ايش قد راح يصير؟ مساحه الشانل راح اباوع من فوق على بليتات اثنين مطبوقه واحده على الاخ. من راح يحكم بيناتهم؟ بس الجاسكت. عرض البليته كان اعطيناه بالسؤال 0.5 تمام؟ والجاب عرضه صار 3 ملي، ف 3 ملي في 0.5، لذلك قلت 3 في 10 قوة ناقص 3 في 0.5 طلع كروس سكشنال اريا مال الشانل اللي هاي الجاب راح يمر بيها الفلويد. انا عندي طبعا نمبر اوف جابس. زين وين اجي احسب الهيدروليك دايمتر؟ تتذكرون قلنا عندي شنو؟ عندي ثيرمال وعندي فلويد. احنا شرحنا بنينا على اساس الثيرمال بالبليت اند فريم في تشينجر. فشي يساوي لي راسا 2 في الثيكنس مال الجاسكت. المحاضره السابقه قلت لك اخذ العرض مال البليت اي والثيكنس مال الجاسكت بي وابني 4 بالكروس سكشنال اريا على المحيط المبلل اللي يصير بانتقال حراري حقيقي اللي هو طلع لي 2 اي وفوق ايش عندي؟ عندي 4 اي في بي، اسف جوا 2 بي، فالبي ويا البي تطير، الاربعة على 2 تبقى 2 فراح يبقى عندك 2 بي اسف الجوا 2 اي والفوق 4 اي بي، فالاي ويا الاي راح يروح راح يبقى عندك 2 بي والبي هو الثيكنس، راح يكون 2 الثيكنس 3 ملي في 10 قوى ناقص 3 طلع لي المين هيدروليك دايمتر. هسا لازم شو اسوي؟ اجي احسب الفيلوسيتي على مود احسب الرينولد نمبر كل شانل. راح ابدي وين؟ بالميثانول. السرعه طلعناها 27.8 خاصه بالميثانول جايه من ال 100,000. 100,000 على 3600 يطلع 27.8. هذا ماس فلوريت قسمه على كثافه يصبح فوليومتريك فلوريت متر مكعب بير سكند. قسمه على كروس سكشنال اريا، بس الكروس سكشنال اريا مو وحده، فكانه راح اضرب كروس سكشنال اريا بعدد الشانلز لانه هو وان باس، فراح تطلع لي السرعه بكل جاب لانه الجابز تشتغل بالتوازي، فطلعت السرعه بالجاب اللي عندي خاصه بالميثانول. طبعا لو كان 2 باس هذا ايش قد راح يصير الرقم؟ يصير 24 لانه المجاميع ايش راح اسوي؟ مو راح اقسم اللي عندي هلقى شانل الحار هلقى شانل البارد وهو 2 باس ارجع ارد اقسم على 2 3 باس يعني هم ايضا من نقسم شانل حار شانل بارد كل شانل اقسمه وين؟ على 3 وهكذا. فهسه عندي هنا لانه 1 باس 48 فطلعت لي 0.5 1 متر بير سكند. احسب الرينولد نمبر رو يو دي على الميو والدي هو دي اكويفلنت الرو 750 الكثافه السرعه 0.51 الدي اكويفلنت هو 6 في 10 قوى ناقص 3 ومقسوم على الميو فطلعت لي 6750. من عنده اطبق معادله النصل ل 0.26 بالرينولد 0.65 بال ال برانتل نمبر حسبته سي بي بالميو على الكي فيطلع لي 5.1 هذا 0.4 فيطلع لي 153. هسه راح ارجع النصل شو يساوي لي؟ يساوي لي اتش بي بالدي اي على الكي مال الفلويد. اعد الترتيب المعادله طلعت اتش بي بمن خاصه بالميثانول يعني نقدر اتش بي هوت لان هو داي يبرد هو الساخن. انتقل وين؟ للسي ووتر بنفس الاسلوب طلعت انا الماس فلوريت اقسمه على الكثافه اقسمه على المساحه الكليه للجاب اللي هي مساحه جاب واحد فيه عدد الجابس فطلعت لي السرعه وين؟ بالشانلز الخاصه بالسي ووتر. وهاي تشمل لي السرعه بكل شانل لان دا يشتغلن بال
توازي. اطبق ايضا رينولد نمبر رو يو دي على الميو، والدي اي قلنا الدي هو دي اي، فطلعت عندي الرينولد 6876. اطبق اطلع النصل نمبر، ومن عنده بنفس الاسلوب النصل شو يساوي لي؟ اتش بي، وهنا راح تكون اتش بي كولد بالدي ايكوفلنت على الكي خاصه بالكولد، يعني الثيرمال كوندكتيفيتي للفلويد. طلعت عندي 16009 اللي هي الهيت ترانسفير كوفيشنت الخاصه بالسي ووتر، والقبلها هي الهيت ترانسفير كوفيشنت الخاصه بالميثانول. ارجع اطبق المعادله العامه مالتي، واحد على اتش كولد، واحد على اتش هوت. العشر تالاف والست تالاف اراجع، قلت لك منين جبناهن؟ من الفاولينج كوفيشنت، لان هذا هو واحد على فاولينج كوفيشنت، كله من القسمه يطلع فاولينج فاكتور، يعني تتعامل ويا كريزيستنس. هذا اللي عندي اللي هو الريزيستنس، الثيكنس مال البليته 0.75 مليم، اللي عندك في 10 قوى ناقص 3 على حول المتر، والثيرمال كوندكتيفيتي مالت التيتانيوم 21 واط متر سنتيغريد، طلعت لي اليو 1754. ارجع اشوف الايرور ايش قد، اكثر من 10% دون ال 10% اللي عندك. فقلنا اذا تتذكرون كبير ناقص صغير على الكبير، ايش قلت اني؟ يو ال من اللي هي خاصه بال 2000 اللي فرضتها ناقصا يو اس، يعني يو لارج ناقص يو سمول، هاي انا سميتها على يو لارج. يطلع عندك بالحال قيمه كبيره، تطرح منها القيمه الصغيره على القيمه الكبيره في 100%، طلع لي 12.3. احنا ايش قلنا؟ قلنا 10 فما دون. هسه انا الخيار امامي، من يطلع اليو صغير ما معناته السرعه قليله، لازم اجي وين؟ اتحكم بها. شلون اتحكم بها؟ اقلل الثكنس مال الجازجت على مود وين؟ اصعدها. او اللي عندي من الممكن، ايش عندي انا يعني لو رجعك شويه اللي عندك؟ هذا الحد لو تيجي تباعه، شوف ريزيستنس 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 ريزيستنس، وش تساوي لك؟ تساوي لك هنا ريزيستنس. من تكون هاي الاعداد كبيره ايش يطلع؟ هذا صغير. من تكون صغيره يطلع كبير. هسه انا ايش عندي من الممكن؟ الثيكنس مال البليته اسوي 0.5، ايش راح يطلع هذا الحد؟ صغير اللي عندي، واجرب اللي عندي اشوفها تصعد لو ما تصعد. هذا راح اخلي اللي عندي تعدل لي بيها، انت تعتبروه هذا بالنسبه لك هوم وورك، تاخذ تفرض افرض لي 0.5، شوف شوف لي ايش يطلع، وخلي واحد يجتهد يصغر لي الجازجت. مكان مو ثلاثة أخذنا، أخذوا اثنين وشوفوا لي التو أوبشن، يا هو الأفضل. أريد كونكلوجن مالتك، أي تحبذ تلي عندك. زين، راح أعتبره هسه أني هذا قريب بس للاستمرار بالحل، بس أني قلت لك العقدة وين، خلي لي إياها ببالك. لازم هذا الشيء يصير دون 10%، فحط لي اياها بالك. زين، انتقل وين؟ الى الدلتا بي. قلنا المعادله الخاصه بالدلتا بي عندي رينولد نمبر خاص بالبليتس و 0.6 رينولد نمبر ماينس 0.3. جي اف او الفريكشن فاكتور يخضع لهاي المعادله، طلعتها بعدين اجي اطبق المعادله مالتي. شو اخلي ببالي اللي عندي؟ هذا هنا هو عباره عن الباث لينث، يعني الفلويد
شده يشوف قدامه هنا لانه وان باس، فالفلويد يمر مره واحده على البليته، يجي يمر ويطلع ويطلع الثاني اللي بصفه وهكذا. مثل الدوائر الكهربائيه، الدوائر الكهربائيه اذا تشبهها دائره كهربائيه، شو اقول؟ اقول دائره كهربائيه مربوطه توازي. بالتوازي من تربطون اي دائره كهربائيه وانتم اخذتوا كهرباء، الفولتيه او الفولتج تراب تلتفي، الكرنت تسفله. فهالثاني اللي عندي دلتا بي بالتوازي، فراح تكون الدلتا بي على الصينيه الاولى او على البليته الاولى، هي نفس الشيء بالبليته الثانيه والثالثه والرابعه بما يخص الشانل مالت الحار، والشانل مالت البارد الى وين؟ ايضا دلتا بي. والفلو على كل بليته متساوي، يعني السرعه على كل بليته متساويه. انت اللي عندك زين. اجي هسه اللي عندي 8 بالجي اف لينث الافكتيف، شوفوا لانه دي يمر مره واحده بالنمبر اوف باسز، 1 باس لو 2 باس هذا بايش تضربه؟ باثنين، 3 باس تضربه بثلاثه وهكذا. ملتي باس يعني البليت مربوطه سيريز تضربه بالنمبر اوف جابس اللي عندك زين. فهسه اللي عندي بالكثافه سرعه تربيع على 2، فطلع لي بالنيوتن 5799. انا البريشر دروب هو بس على البليته لو ايضا البورت من ذا يجي، لانه ذا يجي يمر بالبورت بيصير باكسبانشن يعني مثل الاورفيس، فلازم عنده دلتا بي. اختاريت بورت بريشر لوز، البورت دايمتر اختاريته 100 انا من عندي، يعني اختاريته ابو الاربعة انش. فالكروس سكشنال اريا مالته ابو الاربعة انش ايش قد راح تكون؟ باي اوفر 4 دي تربيع هذا، فطلعت لي 0.0785. الفيلوستي ثرو ذا بورت، الفيلوستي راح تمر بالبورت يعني اول ما يجي اللي عندك يدخل بالمبادل. ارجعك بس شويه للفيلم وراح اقول لك البورت وين. هذا البورت اللي انا اختاره انت اللي عندك، فالدلتا بي راح يصير عبر البورت. زين اجي اللي عندي المعادله مالت البورت اذا تتذكرها هي 1.3 رو يو تربيع على 2، فراح يطلع لي الدلتا في بالبورت 10860 نيوتن متر تربيع. اجمع الاثنين توتال بريشر دروب وطلع لي 16695. انا هنا محولها للبار، تقدر تحولها للبي اس اي، لان هسه حتى لو بالبار كل واحد بار هو 14.7. نقدر احنا بالمبادلات بصوره عامه شو ياخذوها؟ يقولون انت اللي عندك 15 بي اس اي، فاحنا نقدر ناخذه. بالنسبه لي ما اروح انا اتعامل بالبار، يعني اقول واحد بار فما دون مقبوله. هم شويه يصعدون على ال 14.7، احنا نقول 14.7 اللي عندي، يعني اعتبر واحد بار. او تريد بالبي اس اي خليه بالنسبه للبي اس اي. هناك كان عندي تتذكرون بالدبل بايب هيت اكسشنجر والشلانتيو 10 بي اس اي، هنا اللي عندي من الممكن لحد ال 14.7 مقبول، يعني ب تولرنس مقارنه بالمبادلات الاخرى. وفي بعض الاحيان التولرنس ياخذوا لي حد ال 15 بي اس اي، فطلع لي 0.16. اذا بتطلع بالبي اس اي راح اضربه في 14.7 واشوف ايش قد بالنسبه للاربع، راح يطلع قليل جدا. وبالنسبه للواحد بار تقريبا هو دون يعني دون ال 20% من الواحد بار. انتقل الى المي سي ووتر بنفس الطريقه 0.6 بالرينولد ماينس 0.3 طلعت القيمه.
الباس لأنه 1 باس فضربته في 1، وأيضا أطبق المعادلة طلعت الدلتا بي عبر الفليتا، أجي أحسب الفيلوستي عبر الفورت بالنسبة للمي. فإحنا اختارينا نفسه هو 100 مليم البورت، فقسمت الماس فلوريت على الكثافة، طلع فوليومتريك فلوريت على كروس سكشنال اريا، طلعت لي السرعة الدخول راح تسبب لي هبوط ضغط، والدلتا بي طلعت لي 50999 من قسمت، طلعت لي 0.78 من البار اللي عندي، يعني دون الواحد بار، دون ال 14.7 اللي بنحكي عليه، فايضا مقبول. شنو اللي ما مقبول عندي؟ اللي طلع، اللي ما مقبول عندي طلعت 12%، 12% اريد اشتغل بيها دون ال 10. هذا تاخذه لك كهوم وورك اللي موجود، اريد هاي دون ال 10%، انت اي تغيير راح تسويه اللي عندك عليه ما راح ياثر على الدلتا بي. ايضا شوف لي الدلتا بي، يعني وكانه تسوي لي اوبتمايزيشن بين اثنين، ابدي لي بالجاد جيت، انزل بال ثيكنس مال الجاد جيت، وشوف لي ايش قد الدلتا بي راح يصعد اللي عندك، او صعد او نزل الثيكنس مال البليته اللي عندك. طبعا الصعود بالثيكنس معناته المبادره راح يكون اغلى، فما اميل لاني، وتحسب وتنطيني الكونكلوجن مالتك. اتمنى تكون المحاضره واضحه بالنسبه لكم طلاب. افتح المجال للاسئله اذا احد عنده اي سؤال. نعم تفضل طلاب، اذا عندكم سؤال تفضل على قاعده. افتح لك السبيكر تري. عبد القادر عندك سؤال؟ دكتور على المحاضرة السابقة، إيه هو نفس الموضوع غير قصدك له على الشيت، تفضل عبد القادر. ايش في هذا؟ صوت شوي أعلى عبد القادر. ألو السلام عليكم دكتور. سلام ورحمة الله. دكتور بس عندي سؤال على الشيت اذا ما بيها زحمه. مال الشيلانتيوب؟ اي نعم. نعم. دكتور بس عندي الطول دخت ما عرفت شلون القانون مالت اطلعه. طول منو عيني؟ الطول عم بستخدم عم نقول ال على دي. حطلق ال على دي سوي. بال قصدك تريد تسقط على الكيرفات؟ اي نعم دكتور. اي ماشي جاي وياك. انت احنا ايش قلنا الطول؟ احنا اختارينا الطول، الطول اللي اختاريناه 20 فيت، مو بالشيت موجود؟ مو تقريبا الدايمتر 20 فيت والله 20 صح؟ صح زين 20 ايش طرحنا من عندها؟ طرحنا من عندها 5 مليم اللي قلنا 2.5 بهذا التيوب شيت و2.5 بهذا التيوب شيت، مضبوط؟ مضبوط. يعني نهايات الانبوب حتى لو كان يو تايب وراح يروح ويرجع وين؟ يدخل هم بالتيوب شيت. فقلنا 20 تقسيم 3.28 ناقصا ال 5 مللي راح يطلع الطول مال الانبوب بحدود ال 6 متر. انا اقسم الدايمتر على 20.3 ناقص هذا مو دكتور؟ ناقص 5 5 مللي عبد القادر. اي نعم دكتور. فطلع لي اذا ترجع انت للسؤال تلقيه هو 6 متر، 6 متر طول الانبوب اللي راح يستخدم بالمبادل. وهم يطلع لي الطول هم اللي استخدمته من طبقه المساحه، نقول الطول عم يطلع لي المساحه في دي او اللي هو انت منين جبته؟ من الفاي دي ال، فاي دي اوت ال. يعني هسه دكتور عندي الثوابت 5 وال 20.3 هذين الثابتات لو متغير انا اجي اسويهن. علي صوتك عبد القادر. دكتور الثاني اللي ال شو يسوي لنا؟ يسوي لنا الدي اوت على 20.3 ناقص. لا 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 مو دي اوت عبد القادر. انا نعطيك الطول مال الانبوب بالفيت. طول ايش قد؟ 20 فيت.
حول لي الفيت للمتر. ايه. كل واحد متر يساوي 3.2 فيت. اذا عندي 20 فيت نسبة وتناسب راح تصير 20 على 3.2 3.28 راح يطلع 6 وشوية 6.005. احنا طارحين بالاساس من عنده الـ 005 اللي هي 5 مليم فراح يطلع صافي للتبادل الحراري 6 متر. واضح؟ واضح. بس عندما الواحد متر جدي سوينا 3.2 هذا هو سوي تناسب وبعدين اغلق قسمه. اه بالضبط. كل واحد متر 3.28 تجي تشتغل. وانا مسوي لكم المعادلة اللي حسبت بيها. ماشي دكتور. بعد طلاب. تفضل طلاب. بعدين عندي سؤال. دكتور استنتهى الوقت هاي يعني على تسليم الشيت. اي طبعا. نعم. طلاب احد عنده بعد سؤال على الشيت على المحاضرة مال اليوم؟ شهرة؟ ايهاب كان في السؤال. اوكي. تفضلي حوراء. ألو السلام عليكم دكتور. سلام ورحمة الله. حوراء شوية صوتك أعلى. تسمعني دكتور؟ شوية بس صوتك أعلى على مود أسمعك. دكتور بس عندي سؤال بالنسبة للكليرنس اللي طلعت إياها بالسؤال. بالمحاضرة على الكليرنس على نفس الشيء طلعت إياه. إيه. من الفيديو من يعني من مراجعة الفيديو شفت إن قلت العبد القادر إنه من البندل دايميتر راح نختار واحد من الأنواع على مدى طلع الكليرنس. لأن أنت بالسؤال هو أنت طلعتنا إياها جاهزة. يعني أنا طلع واحدة جديدة لو أخذ نفسها طلعتنا إياها. لا 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 شلون حوراء بس عيدي لي شلون ما سمعتك. بالسؤال أنت طلعتنا قيمة الكليرنس هالقد 0.07 متر تقريبا. زين بال الكليرنس وين طلعتيها يا كليرنس تحكين؟ بالسؤال مشيت. يا كليرنس مو اكو كليرنس نقول هو ما بين التيوب شيت والشيل او البندل والشيل ذاك منروح نسقط شدا طلع شقد راح تصير مسافة بين البندل والشيل اللي هو شدا يقول من تسقط بالكيرف بعد ان تختار نوع المبادل وكأنه دا اقول الدي شيل ناقص دي بندل هل منطلع الكليرنس وين نضيفه نضيفه للدي بندل ونشتغل. عبد القادر سؤاله يقول لي الطول منين اجيبه مال انابيب فانت سؤالك على ياهو انا على كليرنس يعني انت القيمه اللي طلعتني اياها نفسها استخدمها لو اني اختار نوع واطلع كليرنس جديده لا نقطه شيء ال 68 او ال 64 انت طلعتني اياها 70 70 استخدم ال 70 تمام دا اسهل الحل عليك على مود لا تروح للكيرف والسقطين تمام اوكي اوكي حوراء اي دكتور اوكي بعد دكتور بالنسبه للشيت احنا بعد نستلم من عندهم حلول ولا لا بعد انت هذا واحنا انطينا لحد شفنا فواحد وين كان حل الاول اللي واصلنا نتحاسب عليه والبقيه احنا سولفنا عبد القادر عبد بعد ما نستلم حلول عبد القادر الحل الاول سلمه اي عبد القادر الحل الاول نسميه خلاص نتحاسب على الحل الاول ان شاء الله واحنا المهم انا اللي عندي تواصل اكيد اكيد دكتور اكيد الطلاب ما رديتوا لنا جواب على موعد الامتحان والوقت ايهاب شعدهم امتحانات بالفترة الجاية والله دكتور ما أدري إيهاب وين المسؤول مال الشعبة باكر دكتور خالد خلي واحد من الطلاب يحكي إذا ممكن إيهاب ما